الثمن ديالها 120 يورو، فيها جوج ديال البيوت، فيها جوج ديال البيوت. الله يلاه روعة روعة، السكنة جميلة صراحة، أجمل السكنة هذه راه معاها معاش معاش شنو فيها وسايد يمكن ولا باش ديرها لدخل. السكنة جميلة جميلة، هذه غالية شوية، هذه 450 ألف. فيها جوج بيوت حتى هذه. هذه فين دير ولادك انا ولا بيت النعاس كيبان والو مع الاسف، خصني ندير الفلاش. فيها جوج بيوت، هذه فيها جوج بيوت مع الاسف كيبانوا لي ندير الفلاش، خصني ندير الفلاش. ولكن ثلاثه ديال البيوت، ثلاثه ديال البيوت، واحد البيت ها والله الا ثلاثه ديال البيوت اللي فيها، داكشي اش غاليه، ثلاثه ديال البيوت. وهذه فيها جوج عفوا فيها جوج بيوت وصالة. بيت قدها قداش، وفيها هذا البيت، هذه حتى هي بيت النعاس وصالة. مع الأسف ما عرفت، ما بانش مزيان حيت أنا داير الفلاش. الله إلا كتبيعهم هاد المكازا فاندن بور، فاندن بور اللي كتبيعهم، اللي بغا يشري لي طونت، اللي بغا يشري الخيام، شي حاجة روعة. الناس اللي مسك عليهم الله وفتحت لهم الدنيا الأبواب، يمكن لهم يشريو ويتمتعوا بالحياة كما ترون. وهكذا رحنا اليوم 6 في شهر 8 2022 بلجيكا، تحياتي.